مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. أول دور لسجيدة، سجيدة اللي كان العنوان ديالها معجزة صيف 2022. مشاهدينا الكرام، عدد كبير من المغاربة لمتهم هذه القصة، حسوا بسجيدة وحسوا بالأم ديالها. مشاهدينا الكرام، بطلب وبإلحاح من الأم ومن سجيدة أنه بغات تناول الموضوع بشكل مباشر بوجه مكشوف مع المغاربة. غادي نشوف التواصل ديال المغاربة ملي شافوا القصة ديال سجيدة. زينب وضعنا الفيديو، تألموا فيه المغاربة في المغرب وخارج المغرب، درنا التليفون ديالك تواصلوا معاك. كيفاش كان التفاعل ديال المغاربة معاك في الموضوع؟ التفاعل ديال المغاربة الصراحة من نهار حتى شو أستاذ يوسف داك الفيديو، صراحة التليفون ديالي مبقاش كنحيدو من يدي. الناس كتعيط من جميع بقاع العالم، كتعيط من لدرجة الناس كيعيطوا من اليابان، كيعيطوا من كوريا، الناس كتبكي، الناس كتقول لي سعداتك، كيهنئوني كيقولوا لي سعداتك راك عندك الجنه في الدار، سعداتك راك درتي سبب باش تدخلي الجنه، راكي زعما تيفايسانه بزاف الحوايج. الناس هزوا وليداتهم، جاو من كازا، جاو كيشوفوا ساجده هنا في الدار، ما كنعرفهم، ما كيعرفوني. جاو ناس شافوها وجاو عاد تصوروا معاها، قالوا لها احنا جينا من كازا، جينا نبغي غير نتصوروا معاك، نشوفوك ونتصوروا معاك. وانا استاذ يوسف، انا اللي طلبتك، انا اللي قلت لك راني بغيت سجيده تعاود معاها اللقاء باش تقدمها للمحبين ديالها، المتابعين ديالها، اللي اي 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 اتصال هاتفي لا في الواتساب ولا في اتصال عادي كيقولوا لي الناس. اول حاجه من الانفو كنحط، اول ما كنفتح الخط كيقولوا لي اول طلب غادي نطلبوه منك هو الصوره ديال سجيده، بغينا نشوفوها هاد البنيه، حنا مشوقين نشوفوا هاد البنيه. وهذا الشيء علاش انا عيطت لكم عاوتاني، قلت لكم راه بغيت نلبي الطلب ديال المشاهدين اللي هما مساكن تألموا الالم ديالي وتواصلوا معايا وكرموني. صراحه الكرم ماشي غالب، ماشي دائما مادي، الكرم كيكون كرم دعاء، كيكون كرم دموع، كيكون كرم احساس بواحد. ملي كتحس بخوك المسلم، هذاك راه الصدقه، هذاك راه في حد ذاته صدقه، راه الابتسامه في وجه اخيك المسلم صدقه، راه النظره طيبه في وجه اخيك المسلم صدقه. فما بالك بالناس كتعيط بالليل وكتعيط بالنهار وكيسولوا على الحاله ديالها من جميع المستويات الاجتماعيه، من جميع المستويات الاجتماعيه. واللي ألمني وحس في نفسي هو واحد السيد متقاعد في العسكر، ما كنعرفو، ما كيعرفني هذا السيد مسكين من القصر الكبير. عيط ليا وتصور كيبكي، راجل مسن، قال لي انا راه عندي 74 سنه، قال لي كنبكي لانني انا عندي 74 سنه ما حافظت حتى حزب، ما مكملتش حزب. قال لي عافاك، بغيتك تعطيني رقم ديال الحساب البنكي ديال البنيه. قال لي انا راني متقاعد والتقاعد ديالي على قد الحال، بغيت الماندا ديالي اللي غناخذها هذا الشهر، بغيت نعطي بصراحة، بغيت نقسمها معاها. قال لي من، قال لي لانني وصف، ملي قلت لي مانيش عرفت الامكانيات ديالو وداك الشيء، قلت لي شوف عمي عافاك بارك الله وفك، راه غير الدعاء وداك الشيء اللي قلتي راه صدقه. هو يقول لي عافاك بنتي ما تحرمينيش من هذا الاجر، قال لي عافاك بنتي ما تحرمينيش من هذا الاجر، خليني ندير هذا الاجر. وصراحه راه كان واحد شنو نقول لك، كان فرح، دموع ديال الفرح مخلطين بدموع الحزن، بدموع الدهشه اللي كنتمنى المسار ديال سجيده يتغير، وكنتمنى توقع شي معجزه ان شاء الله باذن الله، وتعالج بنتي برا اللي مالها وتقرا برا. بنتي نقدر نقول لك أن الجواب اللي غنقول لك كلام مؤثر وكبير بزاف، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على الصدق والحب والقناعة والتضامن وجميع الأوصاف الرائعة ديال المغاربة في المغرب وخارج المغرب. الحمد لله. الكلام اللي غادي نختم به معاك باش نمشي عند ساجدة اللي هي في جوهر الموضوع، هي المغاربة ملي قال لك بغينا نشوفوها، السبب أنه صراحة هي ساجدة
أروع إنسانة في العالم. صحيح، الناس قالوا لي حسينا بها، الناس قالوا لينا غير ذاك الصوت، ذاك الصوت الحنين، باش كيفاش كتهضر، هذاك الصوت الحنين كيفاش قال لك دخلينا القلوب ديالنا، قال لك قبل ما نشوفوها، قال لك ماذا بينا حنا بغينا نشوفوها، قال لك ما تحرميناش من هاد النقطه. كنصيفط لهم التصاور وسلبيه النداء للناس اللي ما تواصلوش معايا، وكانت الرغبه ديالهم في انهم يشوفوها. ها هي بنتكم ساجده، ها هو الاخ يوسف غادي يقدمها لكم، ها المحبه ديالكم ساجده. وكنشكركم بزاف، وكنشكر المشاهدين كلهم اللي تواصلوا معايا، ولا اللي لا اللي تواصل معايا ولا اللي ما قدرش يتواصل معايا، كنشكرهم كاملين. وكنشكر الناس اللي صراحه التعاليق، لانني واحد الاول ما تطلق الفيديو نعست 4 الصباح كنقرا التعاليق وكنعاود وكنقول واش فعلا زعما باقي الناس بحال هكا فيهم الطيبه وفيهم الانمي. انا معاك مشاهدينا الكرام، اللي تنوي الراي العام اكثر في الموضوع، باش نوضع المتتبعين اللي ما تبعوش الفيديو الاول، انا غادي ندرس فيه الجزء الاول وهذا الجزء الثاني. ساجده استثناء، ساجده الابنه ديال زينب. زينب عاشت حياه تتمنى اي امراه مغربيه. تزوجات من بعد تفرقات مع الزوج اللي كان في الموضوع انه ساجده من بعض اخطاء الاب ديالها، كان في السجن ولجأ للزوجه ديالو في هذاك الوقت انه طلب منها تساعده بالملف الطبي ديال ساجده. هاد الزوجه الطيبه لم تتوانى ولو لحظه انها تمد بالمساعده وقدمت الملف الهدف، لانه الوظيفه ديالو حساسه بشكل كبير، و تحكم في الابتدائي بثمانية أشهر نافذة، ستة أشهر نافذة، وفي الاستئناف خص يتخفض ليه الشهرين باش يبقى مستمر في العمل. هذا هو الهدف الأسمى والأروع في هذه القصة، أنه هي والبنتات ديالها داروا المستحيل مع الناس اللي كانوا معاهم في موضوع النقاش باش هاد الزوج ما يخسرش الوظيفة ديالو. دارت هاد الشيء وفعلا ولات عنده شهرين ما مشاتش ليه الوظيفة، إلا أنه من بعد ما حققت هذا الإنجاز لصالحه له رأي آخر سلبي بشكل كبير. مشاهدينا الكرام، جوهر الموضوع، من هي ساجدة؟ ساجدة عندها مرض، اختبار في الدنيا، 7 عمليات اللي دارت، عندها 4 ديال الثقب في القلب، والقلب ديالها جا في الأيمن، تسدات الثقبة بقاو 3. أروع الأشياء أن عندها عنوان تتحدى المرض بالعلم، هي الأولى في مدينة برشيد في المدرسة، أعلى مستوى ديال النقط بطبيعة الحال كتوفر عليها من فضل الله عز وجل، تضحي بشتى الطرق من أجل أنه الهدف ديالها الأسمى في الموضوع تحدى المرض وتخلق في المستقبل سعادة للأم ديالها. شابة مناضلة جميع الأوصاف. مشاهدينا الكرام، كذلك الوضع ديالها أو المرض ديالها إذا صح التعبير، مجموعة من الأشياء كتصعب عليها وهي تتحدى، كما أن لها مستوى راقي في النقاش وهي المفاجأة وظهور سجيدة. سجيدة أروع إنسانة في العالم، أنا نبقى نقولها ديما حتى الموت. غادي تتكلمي مع المغاربة وتعاودي لي القصه من الاول فيما يخص كيفاش كتناضلي كتحاربي مع المرض بالقوه اللي عطاك رب العالمين وبالعلم. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بصحه جيده ان شاء الله. كنبغي نقول لكم، كنبغي نعاود تاني نعرفكم براسي بوجه مكشوف. انا سجيده، لما نقرا في اولى بكالوريا، كنقرا في اولى بكالوريا، كنحاول انني نجاهد مع المرض ونتقوى بانني نتحدى هاد الصعوبات وهاد المرض وما نخليهش يهزمني، بالعكس انني نتقوى بالعزيمة والصبر، وانني نجاهد بالعلم وبالقراية، وانني نحاول انني نحقق المستحيل.
وبغيت نحقق الطموحات ديالي باش نعاون ماما ونخليها تكون مستغنية، انها مسكينة كتخدم وما كتخليش من جهدها، وكتخدم في الديور وما كتخلي ما كدير. ومن هاد المنبر كناشد الناس وكناشد كناشد الأطباء وكناشد كاع اللي في الاستطاعة ديالو أنه غادي يعاونني، وأنني نمشي نتعالج برا، وأنني نحاول أنني نتعالج. كنتمنى إن شاء الله نبدل المسار ديالي الدراسي إن شاء الله، ونتغلب على هاد المرض. وبغيت نحقق المستحيل لماما، بأنها باش ترتاح يعني ما تبقاش حاسة بواحد الهم وواحد الحمل ثقيل هزاه. ومسكينة يعني تعذبات علينا بزاف 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 بزاف، كنشكرها. وأنني كنحاول أنني نكافح والناضل ونحقق المعجزات. وكنتمنى منكم من كنتمنى من أذن صاغية أنها تسمعني وتجاوب مع معاد المرض ديالي. ونتمنى يا ربي نتعالج بالخارج إن شاء الله. وكنشكرك عمي يوسف على هاد الالتفاتة ديالك، وصراحة كنشكرك على هاد اللقاء اللي درتي معانا، يعني كنشكرك بزاف. غادي نسولك على تبارك الله حفظتي 40 حزب، قولي لي كيفاش؟ تبارك الله، الله يوفقك يا ربي. الحمد لله ولله الحمد. بعد الفضل الله الفضل الله سبحانه وتعالى، بعد فضل الله والفضل ديال الجد ديالي اللي عاوني وسهر معايا، وصراحة كان دائما معايا على اتصال، بأنه في الهاتف، أنه في الأوقات الفراغ ديالي كان دائما كيساعدني بأنني نحفظ، والحمد لله. دابا غادي تناقشي معايا المسألة الأخيرة، معدل ورائع بشكل كبير في الظروف الحالية اللي انت فيها، وانت ما عجبكش انك جبتي 15 واخا انت الاولى في المدرسة، وكان الجواب السيد المدير هو قال لك غير يدير لك تمثال، لانه الظروف ديالك والمرض ديالك، وكذلك من بين الاشياء اللي كتستعملها وهذا واقع الحال، تتحدى المرض من اجل العلم. كيفاش دوزتي هذاك الامتحان وكيفاش واكبتي واخا انت جبتي تبارك الله 15 انت الاولى وما قنعتكش؟ الحمد لله والشكر لله. وانا هي ما قنعتنيش، حيتاش كنت في ديك الظرفيه كنت مريضه وكنت مقعده في الكرسي المتحرك، وكانوا بزاف ديال العراقيل اللي ما خلاونيش انني نتوفق ونجيب معدل احسن واحسن. وكنتمنى ان شاء الله باذن الله في المعدل ديال البكالوري ان شاء الله يكون افضل وافضل. السؤال الاخير اللي عندي معك هو التواصل ديالك مع المغاربه، تيدو معك هما اللي يطلبوا منك، تيقول لك نشوفوك شافوك تواصلوا معك في المغرب خارج المغرب، كيفاش كتحسي بهذه الامور؟ واش كتشوفي بانه هذه الامور الايجابيه كتقدر انه تكسر مجموعه من النقط اللي فيها معاناه بشكل كبير في المرض ديالك، وانت كتحدايها بطبيعه الحال، الدفء اللي خلقوا معك المغاربه في المغرب وخارج المغرب، يوميا كتواصلي معاهم؟ صراحة الحمد لله كاينين ناس طيبين صراحة، باقي الناس مزيانين في هذه الحياة، وكنشكرهم بزاف. وصراحة مني عيطوا لي الناس وسولوا عليا، وكنشوف الناس كاين ناس كيسولوا عليا وكيسولوا فيا، صراحة كنحس بواحد دفء وواحد يعني كان حسيت بواحد الطمأنينة. وباقي الناس الخير الحمد لله، وكنشكرهم بزاف بزاف بزاف. غادي تعطيني الطلب ديالك انت، شي حاجة اللي بغيتي انت توجيها للمغاربة؟ انا هي حاجة واحدة كنتمنى انني نتعالج، كنتمنى انني نتعالج. سجيد الله يوفقك، يا أروع إنسانة في العالم. مشاهدينا الكرام، غادي نشوف الكلمة الأخيرة مع الأم، هي قصة فيها شقين.
تتألم. وكذلك الشق الثاني الفرح والسرور، الدفء المغاربه في المغرب وخارج المغرب كيتواصلوا مع الام، تيتواصلوا مع سجيده، تيحفزوها بشكل كبير. اعطتنا قصه اللي علمتني رجل متقاعد 74 سنه، قال لي لي الشرف انني نسمح في الراتب الشهري ديالي من اجل سجيده اللي توفقات عليا في انها حفظات 40 حزب من كتاب الله، وهذا من بين اروع الاشياء. وحتى النوبل ديال هذا السيد هو مشكور. الكلمه الاخيره اللي بغيتي تقولي للمغاربه؟ الكلمة الأخيرة كنشكر المغاربة، خوتي المغاربة كلهم داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، وكنقدم لهم شكر كبير، وكنقول لهم الصراحة هذا التعاطف اللي تعاطفتوا مع بنتكم، ماشي ما كنقولش بنتي، كنقول بنتكم سجيدة، لأن هذا ما بقاتش بنتي أنا بوحدي، ولات بنت المغاربة ديال العالم كاملين، لأن كاع الناس اللي كيعيطوا ليا كيقولوا لي بنتنا ماشي بنتك بوحدك، وهذا شرف كبير ليا، وصراحة شي حاجة اللي فرحتني، وشي حاجة اللي سدات واحد الثغرة كبيرة كانت عند الاسره الصغيره ديالي. صراحه واحد الحنان اللي من المغاربه، من خوتي المغاربه كاملين عوضوه ليا بعدا. انا كنت كنحاول ما امكن نعطي لبنياتي الحنان، ولكن ما عمر حنان الام ما كيشمل كل شيء. ولكن كنشكركم بزاف، كنشكركم على الكلمه الطيبه، كنشكركم على المعروف ديالكم، كنشكركم على الكرم ديالكم. صراحه ماشي دائما غير الفلوس هي الـ هي الـ هي الكرم، وماشي صراحه غير الفلوس هي الـ هي العطاء، راه الكلمه الطيبه عطاء وصدقه، وابتسامه في وجه اخيك صدقه. وهذه الكلمه اللي غادي نقدر نقول اخويا يوسف. وكنشكرك حتى بزاف اللي بينتي اللي قدمتي سجده للناس، وبالفضل كله كيرجع الله تبارك وتعالى، وليك بلا بك ما كانوش خوتي المغاربه غادي يعرفوها ولا يشوفوها. كنشكركم بزاف، والله يثبت العمل ديالكم، الله يجعل لكم في الميزان المقبول ان شاء الله. لي الشرف مره اخرى ان اكون معك ومع سجيده. سجيده كنتمنى لك التوفيق، وانا معك دائما في تواصل، ورا الاشاره في اي وقت. مشاهدينا الكرام، لتنوي الراي العام اكثر في الموضوع هذا، الجزء الثاني بوجه مكشوف بطلب من الام كما صرحت، وكذلك سجيده، التواصل مع المغاربه. مشكورين بشكل كبير. المغاربه اهتموا بالقصه ديالها، حسوا بها، تواصلوا معها. الهدف الاسمى في الموضوع اننا يد الله مع الجماعة، هو الشعار ديالنا في الموضوع. كيفاش نساعدوا زينب مع البنيتات ديالها، كيفاش تواكب الحياة؟ مشاهدينا الكرام، مرة أخرى أنا غادي نوضع رقم الهاتف ديال الأم للتواصل معها بشكل كبير. وكذلك الهدف في الموضوع أننا نبحثوا بشتى الطرق اللي نقدروا نساعدوا هذه البنية باش الدواء في المغرب وخارج المغرب. لما لا؟ لأنها طاقة. سجيدة مغربية، حبوها المغاربة وهي تفتخر. سجيدة كتقول بأنه هادشي اللي كندير لن يزيدني إلا قوة في الاستمرارية بطبيعة الحال. تهدف إلى العلم، تهدف إلى طرق اللي تحارب به هي المرض من أجل أنه تساعد الأم ديالها، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على النبل ديالها. مشاهدينا الكرام، نحن على تتبع دائما القصة ديال سجيدة إن شاء الله، وسوف نوافيكم دائما بالجديد. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.